روى الإمام أحمد الرويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. الرويفع، الرويفع هو رويفع ابن ثابت، وفي هذا الحديث عالم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن رويفع توفي سنة 56 وقيل 53، فيكون بذلك رويفع قد طال عمره، ففي هذا عالم من أعلام النبوة. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع، الياء هنا حرب نداء، فيحتمل أن رويفع كان بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون قريبا، فإن كان بعيدا فالأمر واضح، وإن كان قريبا فإن المقصود من هذا النداء هو تعظيم هذا الأمر حتى يصغي رويفع بسمعه وقلبه إلى ما سيقوله عليه الصلاة والسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام لعل الحياة ستطول بك، لعل الأصل فيها أنها للترجي، والترجي أي ما يرجوه الإنسان قد يقع وقد لا يقع، قد ترجو شيئا فيحصل لك وقد لا يحصل لك، لكن الترجي كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح إذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه واقع. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجي أن تطول برويفع الحياة فوقع، ولذا أصبح علما من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. وقوله ستطول بك فيه دليل على أن هذه الحياة الدنيا زائلة، وأن الإنسان مهما طال عمره فإنه سيفنى وسيموت. قوله عليه الصلاة والسلام فأخبر الناس، فأخبر هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام لرويفع، بماذا؟ بأن يبلغ الناس، فهذه وصية منه عليه الصلاة والسلام لرويفع بأن يدعو إلى الله عز وجل، وليعلم أن هذا المذكور من العلم ليس محصورا به رويفع، وإنما هو له ولغيره، ولذا قال فأخبر الناس، والناس هنا الناس الذين في عصره أو في محيطه، وليس المراد العموم، لأن هذا قد يستحي، فيجوز إطلاق اللفظ العام على الخاص. فأخبر الناس أن من عقد لحيته، العقد هو الربط، عقدت الشيء ربطته، وللسحرة يعقدون ويربطون ما يريدون أن يسحروا به، قال تعالى من شر النفاثات في العقد. النبي عليه الصلاة والسلام لما سحر عقد له 11 عقدة، فهو الربط. واللحية جمعها لحى أو لوحى بضم اللام أو بكسرها، يصح الوجهان. واللحية حدها ما نبت على اللحيين وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان، هما اللحيان إلى الذقن، والذقن هو مجمع اللحيين مع شعر الخدين، ولذا لا يجوز أن يحلق ما على الخدين. هذا هو تعريف اللحية في مفهوم ولغة العرب. والعنفقة وهو الشعر الذي ينبت تحت الشفة السفلى داخل في حكم اللحية، ولذا لما أخبر أنس رضي الله عنه بشيب النبي عليه الصلاة والسلام قال في رأسه وفي لحيته في عنفقته، فلم يفصل بين اللحية والعنفقة بالواو، وإنما كأن العنفقة هي من اللحية. وعقد اللحية لم يبين عليه الصلاة والسلام ما سببها، لم يقل من عقد لحيته تكبرا، لم يقل من عقد لحيته تأنثا، من عقد لحيته دفعا للعين، لم يقل من عقد لحيته دفعا للضرر. ومن ثم فإن الحكم وهو حكم النهي باقي في حق من عقد لحيته، قد يشمل العقد ما يخشى منه من عين أو من ضرر، وقد يكون للتكبر، وقد يكون للتأنث، أو لغير ذلك من الأسباب. فقوله أن من عقد لحيته هذا أمر منهي عنه، هذا أول أمر ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لرويفع.
أو تقلد وترى، أو هنا للتقسيم أو للتنويع، بمعنى أن من فعل هذا أو فعل هذا أو فعل هذا فإن محمدا بريء منه. ولا يعني أن البراءة تكون في حق من جمع هذه الخصال الثلاث، وإنما من أتى بواحدة فإن هذا الحكم وهو التبرؤ باق في حقه. ففرق بين أو التي للتنويع والتقسيم أو التي بمعنى الواو. وقوله أو تقلد وترى مر معنا في حديث أبي بشير ألا يبقى أن في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أو استنجى برجيع دابة أو عظم. الاستنجاء مأخوذ من النجو وهو الارتفاع، ومن ثم فإن التعبير بالاستنجاء في ذكر الرجيع والعظم دون ربطه بالماء فيه دلالة على أن الاستجمار يطلق عليه استنجاء، لكن إذا اجتمع فالاستنجاء بالماء والاستجمار بالشجارة ونحوها. وقوله رجيع، الرجيع هو فضلات الدواب وأصله والطعام، فكأن الطعام رجع عن حالته الأولى، فلما كان طعاما لم يكن بعد ذلك طعاما، إنما هو رجع عن حالته وتغير. وقوله برجيع دابة أطلقها، وهذا يشمل جميع الرجيع سواء كان رجيعا لدواب يؤكل لحمها أو لم يكن، ولذا فإن الرجيع لا يجوز الاستنجاء به حتى ولو قلنا بطهارته، لأن القاعدة على رأي الجمهور أن كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه ومنيه وقيئه طاهر. فالعلة في تحريم الاستنجاء برجيع ما يؤكل لحمه ليست علة النجاسة، وإنما هي تنجيسه على دواب الجن. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: وأما الروثة قال فهو علف لدوابهم، وأما إن كان لا يؤكل لحمه فإنه نجس. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إليه ابن مسعود بروثة وهي روثة الحمار قال: هذا ركس، يعني نجس. وقوله أو عظم يشمل كل عظم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند مسلم للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عز وجل أوفر ما يكون عليه لحما. والعظم هنا يدخل فيه السن، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام قال: وأما السن فعظم. وقد أطلق عليه الصلاة والسلام العظم، مع أنه قد يكون عظم مذكاه يؤكل لحمها، والعلة في ذلك أنه ينجسه وهو طعام لإخواننا من الجن، وإن لم يكن من مذكاه فإنه نجس. فيستفاد من هذه الجملة أنه يحرم أن يستنجى برجيع دابة أو عظم. لو قال قائل: ما الدليل؟ نقول: تبرؤ النبي عليه الصلاة والسلام منه، بل إنه من الكبائر، لأن الكبيرة على ما رجحناه وهو رأي شيخ الإسلام أنها مضبوطة بوصف ما توعد الله عز وجل عليه بلعنة أو غضب أو نار أو براءة أو حد في الدنيا. والنهي يقتضي الفساد، بمعنى أن من تطهر بهذه الأشياء ولو طهر موضع النجاسة فإنه لا يكون تطهيرا في الشرع، ومحل هذا في كتب الفقه. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام فإن محمدا بريء منه، محمد هو النبي عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام يخبر عن نفسه خبرا مجردا، وهو في بعض الأحيان يقول فإن محمدا بريء منه، وأحيان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقوله بريء منه التبرؤ هو التخلي. ولو قال قائل: كيف يتخلى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الفاعل؟ فيقال: إن كان في حياته فشيء مدرك، وإن كان بعد وفاته فإن المسلم بحاجة إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.